ليش كلمة نعم أو يس مهمة لغرسها في عقل الباطن؟ كلمة نعم وايد مهمة لتغيير الفكر وتوسعة الخيال. الإنسان يصير خياله واسع لما يقول كلمة نعم. والعكس كذلك، لما نقول حق طفل عمره 5-10 سنوات أقول له لا don't do this stop، شو بيسوي؟ أولا يبيسوي العكس، ثانيا العقل ينكمش. يس yes. اليوم استفدت الكثير من أستاذ أحمد. بزنس ستارت أب بيفيده جدا، بيطور من مهاراته وبيستفيد في البزنس ماله.